كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ليها باع وتاريخ طويل جدا في الأولمبياد، منذ التواجد في أول أولمبياد في عام 1900 في باريس لحد أولمبياد طوكيو الماضية. منافسات كرة القدم في الأولمبياد هيمنت عليها منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية، لكن دايما منتخبات القارة السمراء بيكون لها نصيب من الذهب الأولمبي. طبعا شفنا في 96 والجيل الذهبي لمنتخب نيجيريا أوكوشا ونوانكو كانو، وكمان في أولمبياد سيدني منتخب الكاميرون بقيادة بقى باتريك مبوما وكمان النجم الكاميروني سامويل إيتو، وحصدهم الميدالية الذهبية وفوزهم على المنتخب الأسباني. وقبلهم طبعا نيجيريا كانت تفوقت على المنتخب الأرجنتيني في اللقاء النهائي. المفاجأة أن منتخب المجر هو الأكثر تتويجا بالميداليات الذهبية في الأولمبياد بالتساوي مع منتخب بريطانيا، وحقق كل منهم الذهب 3 مرات في الأولمبياد. أيام قليلة تفصلنا عن أكبر حدث رياضي على وجه الأرض، وهو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 من يوليو إلى 11 من أغسطس المقبل. ولأهمية الحدث، فإن منافسات كرة القدم في الأولمبياد تحظى بمتابعة كبيرة لأنها اللعبة الشعبية الأولى، كما أن مشاركة منتخب مصر الأولمبي يعطي الحدث اهتماما أكبر. وسجلت الساحرة المستديرة أول ظهور أولمبي لها خلال دورة باريس عام 1900، ومنذ ذلك التاريخ لم تغب عن الحدث الأولمبي إلا مرة واحدة، وكانت في لوس أنجلوس عام 1932. ويترقب الجميع منافسة قوية في كرة القدم بين المنتخبات 16 المشاركة في أولمبياد باريس، في ظل وجود عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة يتطلعون لقيادة منتخبات بلادهم إلى منصة التتويج والفوز بالذهب الأولمبي. وخلال 27 نسخة أولمبية سابقة كانت المنافسات في كرة القدم ساخنة ومثيرة بين المنتخبات من جميع القارات، وتمكن منتخب بريطانيا من التتويج بأول ميدالية ذهبية في منافسات كرة القدم الأولمبية، بينما توج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية في آخر نسختين في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020. وتمكنت 19 دولة من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم بالأولمبياد، يتصدرها منتخب بريطانيا والمجر، وتوج كل منهما بالميدالية الذهبية 3 مرات، بينما حصدت منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وروسيا الذهب الأولمبي 2. وفرضت قارة أفريقيا كلمتها في منافسات كرة القدم وحققت الذهب الأولمبي 2 عن طريق منتخبي نيجيريا في أولمبياد أطلنطا عام 1996 والكاميرون في سيدني عام 2000. وهيمنت القارة الأوروبية على الميدالية الذهبية في منافسات الساحرة المستديرة حتى أولمبياد برشلونة عام 1992، ويعتبر المنتخب الإسباني آخر منتخب من القارة العجوز يفوز بالميدالية الذهبية قبل أن تفرض منتخبات أمريكا الجنوبية وأفريقيا سيطرتها على الذهب الأولمبي بتتويج منتخبي الأرجنتين 2 والبرازيل مثلهما، ومرة واحدة لمنتخبات نيجيريا والكاميرون والمكسيك. ورغم أن منافسات كرة القدم الأولمبية تعتمد على مشاركة اللاعبين الأقل من 23 عاما، إلا أنه يسمح لكل منتخب بمشاركة 3 لاعبين فوق السن من أجل إعطاء المنافسات سخونة وإثارة. وشهدت الألعاب الأولمبية مشاركة عدد كبير من نجوم كرة القدم في الدورات الأولمبية، على رأسهم أسطورة المجر بوشكاش والحارس الروسي التاريخي ليف ياشين والنجم الكاميروني سامويل إيتو ونجم منتخب نيجيريا نوانكو كانو والأسطورة ليونيل ميسي والملك المصري محمد صلاح. وتبقى كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى والتي تحظى بمتابعة واهتمام الملايين على وجه الأرض، وتظل المنافسة على الذهب الأولمبي حق مشروع للجميع. فهل تشهد أولمبياد باريس بطلا جديدا يحصد الذهب في عاصمة النور في ظل غياب المنتخب البرازيلي حامل اللقب وانجلترا والمجر الأكثر تتويجا، أم ستكون الكلمة العليا للأبطال السابقين لزيادة رصيدهم من المعدن النفيس؟